اختتم مهرجان البحرين الدولي للموسيقى فعاليات نسخته 29 وسط نجاح باهر تحقق رغم الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، حيث يعكس المهرجان الدولي رؤية ونهج هيئة البحرين للثقافة والأثار في مواصلة بناء جسور التواصل الإنساني مع الشعوب والثقافات الأخرى. هذا وأطرب المهرجان حاضري بجانب متحف موقع قلعة البحرين وبحضور الجمهور عبر السيارات تماشيا مع الظروف الراهنة. وكان مهرجان البحرين الدولي للموسيقى قد انطلق يوم 22 من أكتوبر، حيث أخذ المهرجان الجمهور في رحلة موسيقية عكست تراث العالم الثقافي بغنائه وتنوعه. العظيم هالموقع التاريخي.